بعمل مديرة روضة، وكمان بنفس الوقت بدرس بمعهد إعداد المدرسين. انقطعت عن الدراسة، كنت تربية سنة تانية، طبعا التعليم المفتوح انقطعت عن الدراسة لأسباب. بالنسبة للروضة نحن بلشنا فيها من خيمة صغيرة، وطرحنا فكرة انه حدا يدعمنا، فالحمد لله رب العالمين انه نعمل صفوف، فكان الدعم من قبل اخواتنا واحبابنا اهالي فلسطين 48. طبعا نحن عم نعاني من صعوبات بالقسط، فما في عنا دعم، فعم نضطر ناخذ من الاهالي قسط رمزي مشان نتابع العمل وتعليم الاطفال. في عنا كمان نتمنى انه اي حدا اي جهات تدعم الاطفال بالقسط. وكمان في عنا صعوبه ثانيه هي بالمواصلات، خاصه بفصل الشتاء